أغلبية الناس في السودان are Muslim مسلمين. ولذلك should be ruled and should be administered according to the Islamic instructions. البرنامج ده ورانا حاجات، ورانا أصالة الشعب السوداني، ورانا الأخلاق العالية في الشعب السوداني، ورانا مروءة الشعب السوداني. قالت we give up religion. give up معناه stop، وقف دين. واحدة ما تحترم ذول شيبة، راجل كبير قدر أبو أمه ما تحترمه. هل ده التحرر اللي احنا دارينه؟ هل ده المجتمع المثالي اللي احنا بننادي به؟ قبحا للشيوعية، تبا للشيوعية. والمرأة عندنا مقدرة، لكن اللي بسمع كلامكم ترى الدراويش المخهم فاضي. ترى الناس اللي انسلخوا من دينهم، الناس اللي انسلخوا من أخلاقهم، الناس اللي انسلخوا من تربيتهم، عشان بنتنا وأخوتنا وأمنا تكون محترمة في البيت، معززة ومكرمة. نحن نهينا المرأة يا سافل يا منحط. انت يا عاهر بتصفق لها كمان؟ تصفق لها على شنو؟ على وقاحتها وسوادبها؟ على اعتراضها على الدين؟ على مناداتها بالحرية؟ على دعواها ومناداتها بالتفسق والعري في الشوارع؟ تصفق لها على شنو كمان؟ انا بقول لما بسمح لك انت تقل ادبك زي ده في بلدانا. ده بلدانا ده، تقدر تعلم بناتنا قلة الادب؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في سؤال مقدم بيقول بعد السلام بعض الناس يقولون أنكم تهتمون بقضايا جانبية مثل برنامج شباب طوق وبعيدين كل البعد عما يحصل لأهلنا في كسرى، فما ردكم على هذا السؤال؟ أولا أقول السؤال ده فيه جزئين. الجزئية الأولى بتتعلق بالبرنامج الشبابي اللي عملوه، وده عامل ضجة في البلد كلها، وتكلمت عنه وسائل الإعلام ونقلته ووسائل التواصل الاجتماعي مشغولة به، كلها لما ورد فيه من استفزاز للمؤمنين واستفزاز لكل خلوق وذي قيم من المسلمين. والجانب الثاني بيتعلق بالبرنامج بتاع المرض والوباء في كسنة. فأنا كده في الأول دار أعلق أول حاجة عن البرنامج الأول، عشان ما يظن إنسان إنه الكلام عنه بيمثل انصراف لقضايا جانبية. أولاً البرنامج المصمم من قبل القناة الألمانية دي دبليو بالتعاون مع قناة سودانية من أوسع القنوات انتشاراً S24. البرنامج المقدم ولد مصري يتفاخر بالمصرية، أي بممارسة اللواط بتفاخر به، ويجوب دول العالم مفتخراً بلواطه ومفسداً لما تبقى من الخير في بلاد المسلمين. موريتانيا جا السودان عمل برامج في برلين في بريطانيا وغيرها، ولسوء حظه وحسن حظنا أنه قد وطئت قدماه السودان، فتنظم نظام من أمه ولدته ما قابلوا إلا في البلد هنا، لأن السودان فيه من القيم الدينية والمحافظ على الدين، وفيه من القيم الأخلاقية المحافظ على مجتمعنا نساء ورجالا ما يلفظ ويرفض مثل هذه التشوهات والأشكال الغريبة الدار تدخل على مجتمعنا. عشان كده لقناه درس في السودان هنا ما ضاقوا وما حيلاقيه زي ده، وتاني ما بيجي هنا أبشرك. طيب البرنامج يهدف لشنو؟ انت لو فاهم هدف هذا البرنامج انت حتعرف خطورة المحتوى بتاعه.
يهدف البرنامج إلى إلغاء الدين الإسلامي كاملا. ده موضوع سهل. المذيع بتاع البرنامج المذيع بتاع البرنامج ذاته قال جوا البرنامج نحن ما دايرين دين كده عديل، ما دايرين دين. اثنين، واحدة من المتحدثات في البرنامج لأنه لقت له فتوات من ناشطات الحزب الشيوعي السوداني، واحدة من البنادل بتقول بصريح العبارة لما لقت الكلمة المجتمع ما بيستحملها بالعربي جابتها بالإنجليزي، قالت we give up religion. give up معناه stop، وقف دين، ما دارين دين. دي البيت اللي بتتكلم. بعد ده عملوا له برنامج تاني، وانا ما عارف القنوات دي هي قصدها في النهاية اسمها قناتهم درمان، برنامج واحدة بتسأل فيها انت ليه بتكلموا عنك وليه الدنيا كلها بتنظم عنك وليه مشكلتك شنو، شندرت تعمل لها في النهاية برنامج وعامله فيها عندها برنامج. دي قالت لها نحن لابد نتكلم بجرأة ونقتلح حقوقنا نقلها عقلها، ولابد نقول الكلمة في وجه أي إنسان. وقالت لها والمجد لإبليس، ركز في الكلام ده، والمجد لإبليس لما قال لا في وقت يقال فيه نعم. الكلام ده فهمتوه؟ ابليس قال لبتين لما ربنا قال له اسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. هي بتقول المجد لإبليس لما قال لي الله لا في وقت الملائكة قالت فيه نعم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. بتقول المجد لإبليس. دي القضايا الجانبية اللي احنا قاعدين نتكلم عنها. هل دي القضايا الجانبية اللي احنا قاعدين نتكلم عنها؟ هل دي قضايا ما بتهم الشعب السوداني المسلم إنه تجي واحدة بكل وقاحة وبكل جرأة لا تحترم دين، لا تحترم رب الخلقة، لا تحترم المجتمع اللي بتخاطبه، لا تحترم الرجل كبير السن اللي واقف قدامه وبناقشه، تتكلم معه بوقاحه وصفاقه وسوء ادب وجرأة غريبه جدا. لا احترمت دين، لا احترمت اخلاق، لا احترمت مجتمع، لا احترمت كبير، لا احترمت الصغير. بعد ده كله بكل جرأة بتقول وي جيف اب ريليجن، ما دارين دين. بتقول المجد لابليس. بتقول المرأة لابد تكون حرة، حرة تعمل ما زي ما عايزة. قالت ليه أنا بكون ماشية الساعة 2 بالليل ها وهيجي بتاع السواري يقول لي أنت مطلوقة، يعني أنت دايرة يقول لك شنو بالضبط؟ أحسن كلمة يقول لك مطلوقة، أحسن كلمة دي. يعني مرة ما رقبت السكة على الساعة 2 صباحا أنت كان لاقيتها حتقول لها شنو يعني؟ حتقول شنو يعني؟ تقول لها ما شاء الله تكون دي امام الجامع صح؟ ما تتأذن الاذان الاول صح؟ احتمال ما تتأذن الاذان الاول ولو سلع الراجل اكثر من جلابيتي انا دي، احنا مش بقول لها جلاليبكم قصار، ديك لو سلع الراجل اكثر من جلابيتي دي، وقط هنا ودار على سلسل وفك شعرها. انت كان لقيت مخلوق كائن حي بالشكل ده الساعه 2 صباحا حتقول ده شنو؟ ما شاء الله دو شنو دي؟ وزعلانة لا يسألون دار البيت تكون مطلوقة لافة في الشارع. من من الغيورين؟ من صاحب خلق يرضى هذا؟ منو اللي بيرضى في بيته؟ ترضى لأخواتك؟ بترضى لو دي أختك أنت حتعمل شنو؟ عشان كده والله أنا أشكر ولا أزال أشكر كل من علق من أفراد الشعب السوداني ويكاد يكون من المعلقين نسبة 90 أو 99% كلهم بدين السلوك المشين والقبيح
اللي صرفته البدي واللي معاه كلهم، واللي معاه مجموعه واحد بيصفق ليه. ولد عامل زي الفتى، ولد زي الفتى بيصفق ليه كمان ما بيخجل. انت يا عاهر بتصفق ليه كمان؟ تصفق ليه على شنو؟ على وقاحتها وسوادبها، على اعتراضها على الدين، على مناداتها بالحريه، على دعواها ومناداتها بالتفسق والعري في الشوارع. صفق ليه على شنو كمان؟ نحن يا اخواننا مجتمعنا هل وصل المرحله دي؟ وللاسف الشديد بترفع البرنامج ده برا، وبيشاهدوه ناس ما شافوا السودان من المسلمين. اخواننا من المسلمين البرا السودان بيشوفوا برنامج زي ده، بيظنوا انه نحن بناتنا عاهرات، بتخيلوا انه نحن نسواننا زي ديل، نسوان فاسقات بمرقم في الشارع، ودائرات الرجال ما يسالوين، ودايرين كمان بعد ده يلغوا بتاع الناس الانضباط، شرطة أمن المجتمع وناس الانضباط. قالوا ما دارينهم، ما دارين انضباط شرطة النظام العام، ما دارين نظام عام، دارينها فوضى. النسوان يسكع والدار يزني يزني، والدار يفسق يفسق، والدار يقل أدبه يقل أدبه، والدار يعمل اللواط يعمل اللواط، والدار يعمل الحرام يعمل الحرام، ويبقى مجتمعنا عبارة عن مجتمع فاسق، عبارة عن مجتمع منحل، مجتمع خارج عن نطاق المروءة والأخلاق. أنت بتقبل مجتمع زي ده؟ ده برنامج ممنهج، برنامج شيوعي ممنهج، ده منهج بتاع الشيوعية دار ينشروه بمثل هذه البرامج. عشان كده احنا بنقول لبناتنا ولأخواتنا المؤدبات والمحتشمات، البنت اللي بتيجي ماشية في الشارع ولافة طرحتها كويس وماشية لجامعتها ولا لمدرستها، ومنها بترجع البيت على طول، ما بتتسكع في الشارع ولا بتتصايع، نحن بنقول لين جزاك الله خير ومزيدا من الأدب والأخلاق، شان يغيظ أعداء الدين ويغيظ الشيوعيين المرضانين دي، مزيدا من الأدب يغيظهم. محروقة قالت لا انت مع بيتك دي، نحن حيجي يوم من الأيام نطردك من السودان. يطرد البنت اللابسة الحجاب من السودان، الله لا يورينا اليوم ده، الله لا يورينا اليوم. بيتكلموا عن حريات، وأنا كان نفسي أكون مناقش في برنامج زي ده، لأنه غاظني موقف بتاع الود المقدم البرنامج السفيه ده، بيقول للراجل الكبير، بيقول له أنا ما بسمح لك تتكلم بالشكل ده في برنامجي. شوف قلة الأدب والوقاحة كمان. أنا بقول له ما بسمح لك أنت تقل أدبك زي ده في بلدي أنا، ده بلدي أنا ده. تقدر تعلم بناتنا قلة الأدب، وتعلم أولادنا سوء الأخلاق، وبيتجرأ كمان بينهروا. يا سلام، ما شاء الله عليك، منهر كمان، تتنهر؟ آية الحمد لله، مقاييسنا كثيرة، المقاسة كثيرة بتقطعك. لما نيجي زول زي ده بيتجرأ عنده لسان، أنت تناقش بشنو؟ هم دول عندهم حجة يناقشوا يتحداهم كلهم، شيوعي ولا ما شيوعي؟ تقدر تناقش أنت؟ تناقش في الأفكار الشيوعية؟ تقدر تناقش فيها؟ بحجة عقلية بنناقشك، داير بحجة من القرآن والسنة بنناقشك. أول سؤال أنا بوجهه للبنت في البرنامج اللي بتقول أنا دار حرية، سؤالي واحد، بقول لها ربنا عنده الحق يحدد لك تلبس شنو ولا ما عنده؟ بس لو قالت عنده الحق، بقول لها الآية في سورة النور والآية في سورة الأحزاب، وليضربن بخمرهن. الخمر دي شنو؟ الخمار ده بكون وين؟ في الركبة؟ في الكراع؟ وين الخمار؟ في الراس. ودي جايبة راسها ملون، شفتها؟ هذه المقاشيش بتاعت أهلنا العرب هناك، كويس. وليضربن بخمرهن، الخمر دي على الراس، ما في حاجة يا أخواننا، ما في شيء، خليكم قاعدين، كويس. ما ركوبة وقعت بتاعت أخواتنا ستات الشايبة جاي، ما في حاجة، كويس. وليضربن بخمرهن، الخمر على الراس،
الجيوب دي وين؟ الجيوب ده ماذا؟ الجيوب دي فتحة القميص، يعني الخمار من الراس بينزل على الجيب فتحة القميص، معناه بيغطي الوجه. قول ما بيغطيه ذاته. المرة تربط راسها ها وتغطي صدرها، ده ربنا قاله في القرآن. لو قالت ربنا عنده الحق كما هو الصحيح انه يأمرني وينهاني، انا بحسم الموضوع ده بالآية دي، بلاش برامج شباب طوك وجايبين كاميرا بتنقر من فوق ولا منقر من تحت، انتهى البرنامج. لو قالت ربنا ما عنده الحق انه يأمرني وينهاني، انا بعتبر برضو البرنامج انتهى، لانه اذا كان كائن حي مخلوق ها، اذا كان مخلوق ما يعترف برب الخلقه، كيف يكون له احترام او عنده احترام لي انا ولا لغيري من الناس؟ ده ما عنده احترام، برضو بكون البرنامج انتهى. لكن برضو نحن بنناقشهم بحجة عقلية تانية، مش هم ما دايرين دين؟ لو قالوا نحن آية وحديث وكلام بالقرآن والسنة ما دايرينه، نحن بنناقشهم بحجة عقلية مبنية على مبادئهم هم. هم بينادوا بالحرية، هم بينادوا بالعلمانية والديمقراطية، نقول لهم من مبادئ العلمانية مبدأ الديمقراطية، ومبدأ الديمقراطية بيقول إنه الحكم على الشعب بيكون على غالبية الشعب، صح ولا ما صح؟ لأنه عندهم أصلا مبدأ الديمقراطية ومبدأ العلمانية سيكولاريزم، إنه هي عبارة عن الشعب هو اللي بيحكم. The government should be built upon or according to the opinions of the majority of the people in each nation or country. أي بلد تحكم على قول الغالبية من الشعب اللي بيسكنها، دي مبادئ الديمقراطية عندهم. نقول لهم the majority of the people in Sudan are Muslim، أغلبية الناس في السودان are Muslim، مسلمين، ولذلك should be ruled and should be administered according to the Islamic instructions، should be في النهاية يحكموا بقانون الأغلبية، والأغلبية في السودان هي شنو؟ هي الأغلبية المسلمة، بنفس الحجة بتاعتهم اللي بينادوا بها هم من الديمقراطية، نحن بنقنعهم بالديمقراطية بتاعتهم، إنه السودان الأغلبية فيه والساحقة هي أغلبية مسلمة، صح ولا ما صح؟ في زول هنا ما مسلم؟ نحن سودانيين وبنمثل كل القبائل السودانية القاعدة، شرق شمال جنوب غرب كلهم قاعدين هنا الآن من حضور الحلقة دي، في حد ما مسلم؟ كلنا مسلمين، كويس؟ الغالبية في البلد غالبية مسلمة، إذن يطبق على هذه الغالبية بديمقراطيتهم هم أحكام المسلمين، ما يطبق على عري ولا تفسق ولا قلة أدب. قانون النظام العام مفترض يبنى بالديمقراطية، يبنى على الغالبية واللي هي الغالبية المسلمة، انضبط الشارع وشكرا للشرطة بتاعت النظام العام يضبطوها، بتاع السواري داري خليك. بعدين يا اخواننا في مرة بتلف لمن بتاعنا السواري يجوا، نحن الرجال، الرجال ما بنمرق لمن بتاعنا السواري يجوا، ها انت الراجل وتلقاك متزوج، والله الساعة 10 دي لو ما دخلت البيت امك النوم يغلبك، امك ما تقدر تنوم، ولدي ما ينوم، وما ده الراجل ديل دايرين البيت تنفكه بعد الساعة 3 وتصايع بالشوارع، ومع ذلك تجي تقول المجد لابليس، دي اكعب من ده كله. المجد لابليس، ناس بيمجدوا ابليس، وناس يدعوا للتفحش، وناس يدعوا للاخلاق السيئه، ده ما جديرين اطلاقا بانه نحن نملكهم سمعنا ولا نملكهم اولادنا ولا بناتنا. انا بشوف الفيديو اللي عملوه ده، ده كان سبب ونحن رجعنا لكلام نحن طولنا منه ذاته، مناقشه الشيوعيين والعلمانيين، ده كلام احنا طولنا منه، رجعونا لو تاني، ودي ضربة قاضية وقاسمة وأثبتت لنا إنه الشعب السوداني الآن ما مستعد يستقبل الشيوعية مرة أخرى إطلاقا، الناس ما مستعدين يستقبلوا الشيوعية، واللطمة اللي قال ولد ده واللي قال حزب الشيوعي ديني ماري ما سواه فيهم في البلد دي الليلة. والله أنا لقيت تعليقات
جزء منها قريناه في البرنامج بتاعنا الفات، وجزء منها انا ما بقدر اقراه لانه بلغة داون، لكن اللغة الداون دي بيستاهلوهم ذاته. لغة داون تعد، لكن انا بتعد عجبتني ذاته لانهم يستاهلوها. منحطين منحطين. انت داير تجي تنادي في مجتمع يا اخي، مجتمع بطبيعته نحنا كان دين صح ولا دين غلط يا جماعه؟ دين في النهايه شعب مدين. بتذكر واحد بيحكي لنا قال في داخليه من الداخليات، عشان تعرف انه الشعب السوداني ما بيقبل لك اهانه في الدين، ما بيقبل لك. واحد ممكن تلقى صعلوك وبتكس في البلد النهار كله، لكن تجي تقول له اي نحن دارين حريه ودين ما دارين، اقول لك اسمع ما تتلولوا يا مولانا، نحن بنخلط شغلنا ده براوب هناك والدين ده براوب، ما بنقبل لك في الدين. ده قال لك ساكن في الداخليه وهو ذو الذكران ساكده وصلاه ما بصلي ذاته. بعدين قالوا في واحدين اعترضوا على الاذان بتاع الصبح، شيوعيين ملاحده ومعاهم نصارى ما مسلمين، اعترضوا على اذان الصبح قالوا ده ازعاج نحن ما دارينه. انت عارف ده قال لك شال عكازه والاذان الاول، مشي اذن الاذان الاول وخدت عكازه، وبعد منتظر اي واحد يعترض على الاذان، اذن الاذان الثاني خدت عكازه وقعد لحد ما جاء وقت الاقامه، اقام لهم الصلاه ودى الامام المايك ومرق فات وزاد وما شغال بالصلاه، لكن في النهايه ما بيرضى لك اساءه للدين، ما بيقبلها. وانا بشوف ده عنده استعداد انه يتقبل هدايه ربنا سبحانه وتعالى، لانه قلبه مهيأ بمحبه الدين الاسلامي وبمحبه التدين وبمحبه الخلق الكريم وبمحبه ربنا وبمحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبه شعيره الصلاه. ده عنده استعداد يستقبل الدين وهدايه ربنا. ما زول بيجي بيقول لك احنا ما دايرين دين، جيف اب ريليجن، على كيفك انت؟ على كيفك انت؟ يا وقحه ما على كيفك انت، ولا على كيف ابوك اللي بيدافع عنك، ولا على كيف اي زول داري يدافع عنك. وهل يا اخواننا نحن لو قنعنا من الدين الاسلامي هل دايرين اخلاق زي دي؟ اخلاق زي دي؟ واحده ما تحترم زول شيبه، راجل كبير قدر ابو امه، قدر ابو امه ما تحترمه، هل ده التحرر اللي احنا دايرينه؟ هل ده المجتمع المثالي اللي احنا بننادي به؟ قبحا للشيوعيه، تبا للشيوعيه، سيئه واخلاق رديئه، لا دين ولا خلق. عشان كده انا بعتبر هذه المناسبه اللي خلتهم يفتحوا البرنامج بتاع الواد الوسخ ده، يا اخي واد ما نافع، هو زي ده احنا عندنا في السودان مع الرجال ما بيقعد، زول زي ده انتوا عارفينه ماله؟ ده بيقعد مع الرجال؟ ده مع الرجال ما بيقعد، ده يجي يقومنا يجي يورينا انه نسواننا مضطهدات، نسواننا نحن مضطهدات؟ نحن بنمشي بنشتغل في الخلا عشان نسواننا يكونوا محترمات قاعدات في البيوت، نحن بنمشي نشتغل الليل والنهار، والزول بيجي تعبان مساهر بالليل داخل البيت مساهر بالليل لحد ما يبرد كرعانه بالمويه عشان بنتنا واخوتنا وامنا تكون محترمه في البيت معززه مكرمه. نحن بنهين المراه يا سافل يا منحط، نحن بنهين المراه، نحن نسواننا الليله لما تركب الوحده في المواصلات اي ولد بينزل لها تركب عزيزه مكرمه، نحن بنهين النساء، بتهينين انتوا انتوا المجتمع الغربي بتهينوا المراه، تسكع في الشارع ويلاقي اي واحد يملطشها، نحن البيت عندنا عزيزه لو درت عرسها عرس الا تجي ويقعدوا ابواتها ويقعدوا اعمامها واولاد عمها وتاخذها عزيزه مكرمه بعد ما تدفع القروش. نحن عندنا المراه مكرمه، عندنا المراه عزيزه، المراه ام لينا نحن بنشيل في يدينا، نحن المسلمين الواحد بيحج بامه في رقبته شايله. اتحداكم يا كفره يا ملاحده يا فسقه يا مجرمين، واحد منكم شال امه في رقبته؟ نحن بنحج بامنا في رقبتنا بنشيلها نطوف بها بالبيت، دل المسلمين في احترام اكثر من كده؟ في توقير اكثر من كده؟ نحن الواحد عندنا لما امه تموت بسم بنته عليها، والبيت الواحد امهم بتكون اسمها حليمه بتلقى الولد سمى حليمه والبيت سمت حليمه وبتخالته سمت حليمه، ده كله توقيرا واذلالا للام عندنا احنا. اتحداك يا كافر يا كفر يا فجره، منو اللي بيعمل ده؟ ده منو اللي بيعمله؟ نحن المراه عندنا محترمه والمراه عندنا مقدره،
لكن اللي بسمع كلامكم ترى الدراويش المخهم فاضي، ترى الناس اللي انسلخوا من دينهم، الناس اللي انسلخوا من اخلاقهم، الناس اللي انسلخوا من تربيتهم، ترى بيسمعوا كلام زي ديك، بيسمعوا كلامهم. لكن الحمد لله برضو البرنامج ده ورانا حاجات، ورانا أصالة الشعب السوداني، ورانا الأخلاق العالية في الشعب السوداني، ورانا مروءة الشعب السوداني. لما نيجي شاب عامي بسيجارته يرد على الوقاحات دي ويقول نحن دايرين بيت نظيفة وبيت محترمة، شكرا للجميع، شكرا لأي زول رد على الوقاحات وصفهات الشعب الحزب الشيوعي، شكرا للجميع، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.